عارض الأزياء قديماً ما بين الماضي والحاضر، كلنا منعرف أنه كان في شروط صارمة للشخص اللي حابب يدخل هالمجال، أهمها خلو الجسم من أي عيوب، وزن محدد، طول محدد، وكاريزما لافتة وطريقة مشي متناسقة. ولكن وبفضل السوشيال ميديا والوعي ومحاربة النحافة الزائدة تغيرت هالشروط وصارت المقاييس أسهل أسهل وليست عشوائية. بس للأسف على السوشيال ميديا صار الموضوع فوضوي، وصرنا نشوف المسمى الوظيفي موديل على حسابات لأشخاص لا يملكوا أي صفة بتأهلهم ليقولوا إنه مهنتهم الأساسية هي عرض الأزياء، بل فيهم يوصفوا حبهم لصناعة محتوى متعلق بالموضة بمسميات أخرى بتناسبهم بشكل أفضل. موضوع مهم وأكيد بضر المهنة الأصلية لعارضي الأزياء، ويمكن كتير بتصير مواقف غريبة مع مصممي الأزياء والعاملين بهالمجال. المهم اتصلت بصديقنا مصمم الأزياء أحمد عمار، يعني هو بيحكي لنا أكتر شو بيصير خلف الكواليس، شو بيصير معكم مواقف. يسعد صباحك أحمد. صباح الخير لين. اليوم جاي من موضوع مختلف، ما معك ثياب وفاشن. اليوم رواق عنا حديث. طيب أحمد، بما أنك أنت موجود بعالم الفاشن وبعالم السوشيال ميديا، شو بتحس المؤهلات اللي لازم تكون عند شخص حتى هو يكتب بالملف التعريفي أو بالبايو تبعه إنه هو موديل؟ يعني على أي أساس؟ صحيح، هلأ الكل هلأ صار عنده الحرية إنه يكتب اللي بده إياه على السوشيال ميديا، على عم تحكي إنستغرام أو حيالله يعني منصة ثانية. فالشيء إنه ما عم بيكون في مثلاً مثل رقابة معينة على هذا الموضوع، يعني واحد حتى يمكن منه مثلاً دارس أو مكمل الطب بتلاقي إنه كاتب إنه هو دكتور، صح؟ أو حتى عامل مثلاً إنتيرير ديزاين صار هو أركيتكت مهندس صار. فكمان نفس الشيء بالنسبة للموديل، العالم لازم تعرف الفرق بين إنه مثلاً هيدي هواية أو هيدي مهنة، لأنه هي بالنهاية مهنة. يعني الموديل قد إيه بيعصبوا المودلز عن جد الحقيقيين لما بيشوفوا إنه أي حدا صار عم يكتب موديل وهي المهنة؟ هلا فيك تقول إنستا موديل أو يمكن إنه أكثر على نطاق شوي معين، بس صحيح مثل ما قلتي، لانه الموديلينج هي مش بس انه واحد يكون مثلا عنده هو مثلا المان بالموضه او عنده اياها كهوايه او حب. في كثير اشياء بدك تعرفي تعملي البوزنج على الصور مع الفيديو. انا هلا جايه اسالك احمد انه شو الاشياء يلي الناس يمكن تحمسوا لما شافوا انه صار في بلس سايز موديل، في موديل بس الوجوه اللي هي بتكون للميك اب، كلها تمام، بس يمكن هن تحمسوا بزياده وفكروا انه ما في ستاندردز. شو في شيء غير انه بس البوزنج او خلينا نقول يعني طريقه المشي والوقفة؟ صحيح، هلا غير انه مثلا البوزنج وهالاشياء، الواحد حتى يكون يعني ضمن نطاق الموديلينج او يفوت بهذا المجال مزبوط، يعني الواحد لازم اول شيء يبني البورتفوليو تبعه. نحن وقتها كديزاينرز بدنا نختار المودلز بنروح عند ايجنسي، يعني انا بروح وبحاول ان اختار من الايجنسي حسب البورتفوليو حسب الصور، نعمل كلوز اب للفيسز، بنشوف فيديوز بنشوف كيف بنعمل الصور. مره اخترتوا موديل من الانستغرام قلت اوه والله بتناسب الكولكشن الجديد، بعدين بس اجيت اكتشفتوا انه كله فوتوشوب. صارت معي مره واحده اكشلي، انا عاده نحن ما بنختار من انستغرام، بس مره عم نقلب الصور انا وشريكي فينشنزو قلنا انه خلينا نختار هيدي الموديل نجيبها بنعمل التصوير. عند وصولها صراحه كنت شوي يعني هيك ديسابوينتد من الموضوع، اول شيء لانه الصور مش مثل يعني شو شفت على الواقع، بعدين كانت مستخدمه صور على انستغرام كلهم من عمل لهم ابلكيشنز تعديل فانا اضطريت خلص انا عامل البوكينج وجايب الفوتوغرافر وعندي كل الفريق التصوير قاعد وناطر، يعني فما فيني انا اخر مثلا قبل بخمس دقائق عند وصولها غير، فاضطرينا نعمل تعديلات. فمن وقتها قلت انه انا خلص لازم تروح على الايجنسي، لانه الايجنسي بتعطيكي عالم بيكون عندهم بورتفوليو، حتى بعدين انت بتطلبي شو حابه، مثلا حابه لي كانت كبراند، مثلا انا للملابس يمكن براند ثاني بدهم اكثر هاند موديل، يمكن اكثر تماما هذا اللي كنت جاي لك انه في موديلينج حتى للايدين، يعني في ناس بس بيستخدموا ايديهم للمجوهرات. صحيح، فكل هذا تمام. عيونها حلوين بتستعمل مثلا بيعملوها بس للميك اب مثلا ما بتفرجي جسمها، فهدول ممكن يعني يفوتوا تحت خانات معينه. تمام. انا مثلا اذا حابب مثلا الكلاينتس تبعولي مثلا عندي وجهه اكثر للمراه الممتلئه، بالعكس انا استخدمت كيرفي مودلز كثير لانه يكون لسه في بس هو البروبوزل. نحن بالجامعه وقت درسنا، يعني انا وقت درست الفاشن كمان، الفاشن عندك ستاندردز طول معين، في الخصر المعين، ما هو الفستان ما ببين غير اذا كان على هيدا التايب. صحيح. يعني ذا بيرفكت بودي، مش لانه نحن بدنا البرفكشن، بس لانه اللي عم يشتري او نحن الكونسيومرز بيقدر يعرف يعني كيف الفستان حيجي عليها او الشاب يعني او حيلا قطعه، غير لما تكون ملبوسه بالموديل. صح، اكيد كل النقاط اللي ذكرتها كثير مهمه. واحمد نحن كمان رح ننتقل للقاء اجريناه من فتره مع موديل بس بمقاييس عالميه صحيحه، مو بس على السوشيال ميديا ومو مجرد مسمى وظيفي عشوائي. من فتره التقيت باحمد حمدان وهو عارض ازياء وممثل وصانع محتوى.
اهلا وسهلا حمدان. اهلا اهلا لي. شو شايف الكل عم يجي دبي؟ يعني احنا جايين زياره نوعا ما، بنقضي هلا 10 ايام هون، بنقضي العيد هون وبنحاول نعمل حضور شوي بدبي اكثر. حمدان خبرنا، بتحس انه الشكل له دور بنجاح صانع المحتوى او الممثل؟ يعني ممكن يكون عامل صغير بنجاح صانع المحتوى او ليتس سي الفاشن موديل، بس ما بنقدر نحكي انه شيء اساسي، از لونج از انه الواحد مش عم بتعب، مش عم بيشتغل على حاله. كثير بنشوف ناس يعني شكلهم حلو وهيئتهم حلوه بس ما بنشوف نتيجه يعني من هذا الشيء، فبحس ممكن يكون عامل صغير بالنجاحات اللي ممكن هو يعملها. يمكن بالبدايه، بس بالبدايه مفتاح، بعديها بده يثبت حاله. طيب خبرنا عن تجربتك بمدرسه الروابي، وهل حنشوفك باعمال ثانيه؟ مدرسه الروابي كانت اول تجربه لي بالتمثيل، كانت صعبه نوعا ما لانه ما كنت كثير ويل بريبيرد لها، بس نوعا ما الفيدباك كانت حلوه وكثير بحب اني ارجع اعيد تجربتي التمثيل، وان شاء الله لقدام هلا عم نحاول نشتغل على اعمال جديده وهوبفلي انهم يكونوا بنجاح مدرسه الروابي. يعني حلو كثير. طب انا سمعت انه من فتره قريبه عرض عليك رياليتي شو بس انت رفضته، شو كان السبب؟ هاي الاخبار سريه عندنا كل شيء نحن. مزبوط، انعرض علي رياليتي شو، حكى معي ممثل بنعرفه احنا كثير ومثل بكثير مسلسلات حلوه، بس كان سبب الرفض نوعا ما انه شوفي انا مش بيرفكت، بس الواحد في عنده شويه مبادئ، فعندنا مبادئ الدينيه نوعا ما، مبادئ الواحد كيف متربي وهيك، ما بدي احكي كثير، الشو كان خادش للحياه. اوكي، بس مش شيء بيناسبني ولا بيناسب صورتي وصوره اهلي، فعشان هيك كان سبب رقمي. طيب حمدان خلينا نرجع شوي للفاشن. اذا قلت لك اختار براند عالميه انت بتتمنى انه تكون معها بالفاشن شو؟ هم براندز عالميه، بس ون اوف ماي فيفورت، في عندي برادا، ديور، يعني هذول البيجست دريم، وان شاء الله وان داي اني اكون عم بمشي على الرنوي تبعهم ان شاء الله. Hopefully. بتحس لو سافرت برا الاردن واستقريت ببلد ثاني ممكن هذا الشيء يسرع من تطورك ووصولك لاهدافك، ام بتحس انه لا انا بالعكس متفرد بالاردن؟ حلو، هلا الفاشن اندستري بالاردن بتقدري تحكي حلو، بس بتوصل لحد انه خلص اتس ليميتد، يعني ما بتقدري تعملي اكثر من هيك. فديفينتلي مثلا اذا ان شاء الله يعني صحت لي فرصه اجي على دبي واستقر هون، بحس انه رح يكون في فرص اكثر اني اتليست اني ابلش خطوه خطوه اكثر امشي للهدف اللي انا بدي اوصل له اياه. دائما الاهل بيقولوا بدنا دكتور، مهندس، تخصصات معينه هي اللي بترضيهم. انت كيف اقنعت اهلك انه انا بدي اكون موديل؟ يعني هذا بالوطن العربي كثير شيء صعب. بتذكر وقت تصوير مدرسه الروابي، ابوي وقتها ما كان بيعرف، انا كنت بطلع على التصوير رايح مكان رايح عند صاحبي شافك على التي في 100%، ففجاه طلعت له على التي في وصاروا الناس يجوا عنده انه ابنك احمد طالع مدرسه الروابي. بس لحظه، انت عملت سكيب لجزء مهم، كيف كانت رده فعله؟ انا وقتها انصدمت صدمه عمري، يعني توقعت انه يطلب منهم انه او يطلب من الدايركتور انه يلغي الشو، ما يعني ما كنت متوقع انه هو يتقبل الموضوع، بس لما شاف انه في ناس عم بيجوا عنده وابنك احمد وطلع مدرسه الروابي، فهو حس انه يعني عم بيعمل شيء هون حلو. صار يوثق باللي عم بيعمل. 100% ليه ما بيوثقوا فينا بس الناس تبلش تمدح؟ هن هم بيامنوا بقدراتنا. هو لازم يكون في شيء يحفزهم او يشجعهم انه ابنك عم بيعمل شيء منيح، فلما شاف رده فعل الناس صار يحكي انه اوكي ابني عم بيعمل شيء منيح، يعني عم بيعمل شيء اللي بحبه بالطريقه الصح. طيب حمدان لو انت ما كنت موديل شو ممكن تكون؟ لو انا ما كنت موديل بحس راح اكون بزنس مان، لانه انا من انا صغير تطلعاتي كانت انه انا بدي اكون رجل اعمال زي ما عادي فيك تجمع الاثنين، ما هي هاي فيك تعمل موديلنج ايجنسي. ديفينتلي ديفينتلي. وبوقتها بدك تغير نظره المودلز، يعني ما كلهم سكيني. موديلنج له اكثر من سايز، ما في داعي تكون سكيني، ما في داعي تكون ما بتاكل، ما في داعي تاكل قطن زي ما بنسمع دائما انه المودلز باكلوا قطن عشان ما ينحفوا عشان ما ينصحوش، فيعني في اكثر. خلص انا حكون اول حدا بسجل معك. خلص نورتنا حمدان، بتمنى لك كل التوفيق يا رب.